بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، كنا في الحصص السابقة قد تحدثنا عن المشتقات وأخذنا منها اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة واسمي الزمان والمكان. النهاردة إن شاء الله هنستكمل باقي المشتقات ومنها اسم الآلة. ما معنى اسم الآلة؟ اسم الآلة هو اسم مأخوذ من لفظ الفعل للدلالة على الآلة التي يؤدى بها الفعل، الآلة اللي أنا هعمل بها الفعل. اسم الآلة نوعين، منها مشتق. يعني مشتق؟ يعني له فعل مأخوذ منه، قياسي، له أوزان بقيس عليه. ومنها ما هو جامد أي سماعي. يعني إيه جامد؟ يعني ملوش فعل، هو آلة بس ملهاش فعل مأخوذ منها زي المشتق. اسم أوزان اسم الآلة، أوزان اسم الآلة نوعين، في أوزان قديمة وفي أوزان حديثة. الأوزان القديمة مفعال زي كلمة منشار، مزياع، محراث. دي أسماء لآلة أنا بأدي بها الفعل. يعني النجار لما يجي ينشر الخشب بيستخدم إيه في النشر بتاعه؟ بيستخدم منشار. منشار دي آلة للنشر، لها وزن مفعال، فده إيه؟ قياسي. مشتقة، يعني مشتقة يعني لها فعل مأخوذة منه. الفعل اللي مأخوذ منه كلمة منشار، الفعل نشرا. مزياع، لما اكون عايزه اوصل صوتي لابعد مكان فانا هستخدم مذياع. المذياع دي آلة علشان اوصل صوتي بيها. على وزن مفعال، مفعال اذا مذياع على وزن مفعال. مشتق يعني ماخوذ من لفظ الفعل. الفعل اللي ماخوذ منه مذياع، الفعل زاع. محراث، الفلاح لما يكون هيظبط الارض كده عشان هيزرعها بيستخدم ايه؟ بيستخدم المحراث. محراث على وزن مفعال، مفعال. مشتق قياسي، يعني مشتق كلمة محراث يعني لها فعل. ايه الفعل المأخوذة منه؟ مأخوذة من الفعل حرثا. اذا اوزان اسم الآلة المشتقة منها واحد مفعال، اثنين مفعل. مفعل مثل مبرد، ما اقولش مبرد، اسمه مبرد. مبرد على وزن مفعل. الفعل اللي مأخوذ منه؟ مأخوذ من الفعل برد. مصعد، ما اقولش مصعد، اسمه مصعد. مصعد على وزن مفعل، الفعل بتاعه صعد. مشرط على وزن مفعل، الفعل بتاعه شرط. ثالث وزن من اوزان اسم الآلة القديمة مفعلة، مفعلة مثل مكنسة. ما اقولش مكنسة، ربة المنزل لما تكون هتنظف البيت ما اقولش هتنظف بالمكنسة، مكنسة اسمها مكنسة. مكنسة على وزن مفعلة، الفعل بتاعها كنسة. مسطرة، الطالب علشان يسطر في الكراسة بتاعته بيستخدم مسطرة، اسمها مسطرة على وزن مفعلة. ما اقولش مسطرة، اسمها مسطرة. مسطرة الفعل بتاعها سطرة. هقول مفرمة، مفرمة على وزن مفعلة، فعلها فرم. عندي في أوزان حديثة لاسم الآلة، مثل الأوزان الحديثة دي طبعا أقرها مجمع اللغة العربية مجرى للتطور وعصر التكنولوجيا الحديثة، مثل كلمة غسالة. غسالة على وزن فعالة، فعلها غسلة. ثلاجة على وزن فعالة، فعلها سلجة. مساحة على وزن فعالة، فعلها مسح. فاعول مثل حاسوب. وعندك فاعلة مثل ساقية. عندك فعالة مثل خزانة. دي أوزان اسم الآلة اللي أنا بسميها إيه؟ مشتق قياسي. في نوع تاني اسمه
جامد، هو جامد ملوش فعل، بالسماع كده يعني، ملوش وزن نودينه عليه زي الاوزان اللي هي دي. الاوزان دي اي كلمه من اسماء الاله على الاوزان دي بسميه مشتق قياسي، لو ملوش فعل بسميه جامد سماعي. مثل ايه؟ مثل فأس، سيف، رمح، قلم، سكين، إبرة، سندان، شاكوش، قدوم، وهكذا. إذن أسماء الآلة نوعان، منها ما هو مشتق له أوزان، ومنها ما هو جامد أي سماعي ليس له أوزان. وكده خلصنا، وصلنا لنهاية الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.